بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. كيف حال عائلتي الغالية؟ أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة. موضوع حلقتنا اليوم، وتحت طلب أحد أفراد عائلتي الغالية، لماذا أنت الباجي تضرب الذكر رغم أنه تزاوج معها وكان متوالفين بعضهم البعض في الأقفاص، لكن في مجموعة السلاكة لا يحدث ذلك. سبحان الله، قد أجبت على نفسك، أو أجبت على السؤال بنفسك يا غالي. فالطيور التي تكون في مجموعة السلاكة تختار يعني الشريك الأفضل، وتكون نسبة التزاوج والتفريخ ووضع البيض هي 100%. سبحان الله، لكن عندما تختار أن ترى ذكر من جهة والأنثى من جهة، تلاحظ ظهور علامات غريبة وعجيبة للأنثى، بحيث أنها تضرب وتمنع الذكر من الدخول. الذكر المسكين يريد أن يساعد فقط، يريد أن يطعم فقط الفراخ، لكنها تمسكه تضربه، وممكن أن تقتله لا قدر الله. في هذه الحالة دائما أقول لابد من وضع الذكر ريثما تكبر الفراخ ثم تعيد الذكر. وممكن أن يحدث العكس، ممكن أن تجد الذكر هو الذي يقوم بضرب الأنثى ويضرب الفراخ، لأن كما قلت لم يحدث يعني توالف 100%، يعني الذكر يختار الأنثى والأنثى تختار الذكر، لا أنت الذي تختار الذكر لوحده أو الأنثى لوحده. أتمنى أن أكون قد وفقت في نشر هذه المعلومة. لا تنسوا دعمي بلايك وأن تشترك بالقناة إن كنت غير مشترك. في رعاية الله.